معنا ايضا على الهاتف الدكتور مديان علي، مدير عام المصرف العقاري في سوريا. اهلا وسهلا بكم دكتور. الو، اهلا وسهلا بكم دكتور. اهلا وسهلا. دكتور مديان علي، مدير عام المصرف العقاري. اهلا وسهلا. طبعا كما تابعنا بالاستطلاع دكتور، يعني الأغلبية عندهم رضا عن سير المعاملات وعن طريقة التعامل في فروع المصرف العقاري، ولكن الملاحظة الوحيدة الصرافات قرب مبنى أو مباني المصارف أو فروع المصارف تعمل، أغلبها يعمل، ولكن البعيدة عن مبنى المصرف في غالب الأحيان وخاصة بالفترات اللي بعد الدوام، يعني ما جاء في الاستطلاع وفي الرسائل التي وردت إلى البرنامج، عم يكون يعني ما فيها عمل، ما فيها نقود، أو أحيان ما فيها كهرباء. هل يوجد خطة محددة لدى إدارة المصرف العقاري لمعالجة وضع الصرافات خارج مباني المصارف؟ إيه عم نسمعك دكتور. عم تسمعنا دكتور؟ سامعني هيك؟ إيه أنا عم أسمعك، عم أسمعك دكتور. طبعا انا تابعت يعني الجوله وتابعت يعني المقابله مع الاخوه المواطنين. هو حقيقه يعني مثل ما اني شايف انا انه طلع نتيجه الاستبيان او الاستطلاع لصالحنا، وهذا شيء في رضا عام اكيد. نعم نقدره عاليا، وهذه غايتنا في نهايه المطاف، انه نحن نكون عند حسن ظن الناس والاخوه المواطنين جميعا. بنهايه المطاف هدول اهلنا، ونحن معنيين في تقديم افضل الخدمات لهم جميعا. نعم. هلا رح احطك بصوره، ما بعرف اذا الوقت بيسمح. تفضل تفضل. يعني اكثر يعني هلا الخدمات بشكل عام ايجابيه، ادارات فروع المصارف باللاذقيه ايجابيه، ولكن يعني الملاحظه الوحيده تتعلق بعمل الصرافات وخاصه البعيده عن مقر المصارف. نعم. هلا انا بدايه مثل ما حكينا انه نتائج الاستبيان او الـ يعني الاستطلاع مرضيه، وهذا شيء يسرنا ويرضينا، وهذه غايتنا في نهايه المطاف. طبعا انا راح اكد على نقطه، نحن دائما في تاكيد وتوجيه شفهي وكتابي وعبر الهاتف لجميع المدراء ولجميع العاملين لاحترام كافه المواطنين والتعامل معهم بمنتهى الرقي والاخلاق والادب. ونحن لن نتهاون على الإطلاق بأي مخالفة مع أي مواطن من قبل أي موظف أو مدير فرع. ومدراءنا نحن نتعب كثير ومننقيهم نحن بشكل يعني عندهم مرجعية أخلاقية تساعدهم أنه يكونوا هن بمقام مدير فرع أو غير ذلك. تمام، وشهادة الأهالي تثبت ذلك أيضا. نعم، وهذا عم أقول لك يعني هذا الشيء بيسرنا. هلا النقطة الثانية بدي أقول لك إياها، أنتم بتعرفوا أنه أصبحت المصارف بصورة عامة، وتحديدا يعني المصرف العقاري والمصرف التجاري كأكبر مصرفين عامين، هما الرافعة الأساسية وللقطاع المالي وللاقتصاد بشكل عام. وبالتالي أصبحت كثير من القضايا التي تتعلق بالأعمال التجارية والمالية وخدمات الدفع وغير ذلك هي مطلوبة من البنوك أو تنفذ عن طريق البنوك. لذلك نحن صار في ضغط على المصارف، وهذا الشيء نحن نتوقعه وآخذين نحن في الحسبان آليات حل الكثير من هذه الازدحامات أو الضغوط في المستقبل. بخصوص الصرافات أنا رح أوضح ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى، نحن في صدد توريد صرافات جديدة، نحن عم نشتغل على آليات توريد من الخارج. أنتم تعرفوا أنه هذا بياخذ وقت، لكن نحن ماشيين فيه، وهناك توجيه من الجهات المختصة الوصائية بتوريد صرافات، ونحن عم نشتغل عليها. حاليا نحن بصدد توريد 200 صراف أو 250 صراف حسب الظروف شو بتساعد والإمكانيات شو بتسمح. هاي واحد. النقطة في موعد محتمل لوصول هاي الصرافات دكتور؟ يا سيدي، انت بتعرف الصرافات تستورد من الخارج، وهذا بياخذ وقت وبياخذ اطار. اي حدا بيقول لك انه انا الامور انه سهله بيكون مو دقيق بكلامه، بس انه في شيء ما بينحل، لا في شيء بينحل بس احيانا بياخذ وقت. بس انا اعطيك اطار زمني، انا بكون ماني دقيق لانه التوريد مو مساله سهله. طبعا. وفي مراسلات وفي طبعا. شركات وفي اوقات وفي دراسات والى اخره. نعم. بس نحن هذا عم نشتغلوا على يعني بسرعه، ونحن هاي بنشوف يعني انه احد المخارج الاساسيه لحل مشكله الازدحام على صرافات البنك العقاري. نعم. النقطه الثانيه، نحن وفي اطار الحل لتخفيف الضغط عن صرافات البنك العقاري، نحن ربطنا هلا اصبحت كافه المصارف في سوريا يعني صرافات المصارف مربوطة مع بعض بشبكة واحدة، وبالتالي بإمكان
حامل بطاقة التجاري انه يقبض من صرافات العقاري او من او حامل بطاقة البنك العقاري يقبض من صرافات البنك التجاري، والكل فيهم يقبضوا من جميع صرافات المصارف الخاصة. وانا راح اعطيك يعني بعض الاحصاءات. مثلا انا خذ المصارف يعني نحن المرتبطة من البنوك الخاصة مع البنك العقاري، يعني في عنا تقريبا 2000 حركة نحن يوميا. هلا خذ سحوبات مثلا ايار 24 سحوبات عقاري على صرافات التجاري 3627، بينما السحوبات التجاري على صرافات العقاري 6000، يعني بيطلعوا مجموع الحركات تقريبا شيء 9000 10000. بنيسان عندنا سحوبات عقاري على صرافات التجاري 13009، عندنا سحوبات التجاري على صرافات العقاري 21203، بآذار عندنا سحوبات عقاري على صرافات التجاري 2798، بينما سحوبات التجاري على صرافات العقاري 4432، بشباط 573 سحوبات عقاري على صرافات التجاري، سحوبات التجاري على صرافات العقاري 813. إذا نحن صرافات المصارف المصرف العقاري والتجاري متكامل، وكذلك الأمر بالنسبة لصرافات البنوك الخاصة اللي نحن مرتبطين معها عن طريق شركة بترا مونيتكس. طبعا كل هذا الكلام جميل دكتور، يعني لكن يعني معاناة الناس تتعلق بأغلب الصرافات البعيدة عن المصارف، إذا كانت عقاري أو تجاري تكون لا تعمل، يعني يضطر المواطن لأخذ المواصلات للوصول إلى مقر المصرف للوصول إلى صراف يعمل في مبنى المصرف، يعني إمكانية معالجة أوضاع الصرافات البعيدة عن مباني المصارف إذا كانت عقاري أو تجاري أو غيرها. نعم رح أوضح هذه النقطة كمان بشيء من التفصيل. يعني نحن اليوم صرافات المصارف الخاصة منتشرة أيضا في مناطق جغرافية مختلفة، صرافات المصرف التجاري منتشرة في مناطق مختلفة، وكذلك الأمر بالنسبة للتجاري. لكن نحن مشينا بمسار ثاني هو نشر نقاط بيع، وخاصة في الريف. نحن نشرنا حوالي ما بين مصرف التسليف الشعبي وما بين المؤسسة العامة للبريد، نشرنا بحدود 350-375 نقطة بيع في مراكز البريد وفي فروع مصرف التسليف الشعبي. والهدف من هذه العملية هو أنه تسهيل إمكانية قبض الراتب من مراكز البريد أو من مراكز مصرف التسليف الشعبي المنتشرة أكثر من العقاري. جميل. يعني طبعا يعني كل هالجهود مشكورة دكتور، لكن يعني ملاحظة الناس يعني هي أيام العطل وبعد الدوام الصرافات البعيدة عن المصارف لا تعمل، وبالتالي يعني نقاط البيع أثناء الدوام تعمل كونه بقلب المصارف، الصرافات بقلب المصارف تعمل، لكن هل يوجد خطة لمعالجة أوضاع الصرافات البعيدة عن مباني المصارف؟ نعم. يعني خاصة عملها بعد الدوام الرسمي وفي أيام العطل. نعم رح أوضح. أنا ما أقصده بنشر نقاط البيع في مراكز البريد، نحن الهدف أنه نحن أبناء الريف وأبناء المناطق أنه يقبضوا من أقرب مركز بريد لهم من شان ما يحملوا عناء النزول أو السفر إلى المدينة من أجل تقاضى الراتب. هلا بخصوص الصرافات يعني بعض الصرافات البعيدة عن المراكز، في الحقيقة نحن اليوم بدك تتعامل أنت مع شبكة الصرافات كشبكة واحدة، تجاري عقاري مصارف خاصة، وبالتالي هي منتشرة في جغرافيات مختلفة. نحن عندنا مشكلة بمسألة عملية التغذية للصرافات البعيدة. هلا في صرافات رح أوضح لكم نقطة كثير مهمة، هي موجودة في مناطق بعيدة بس هي خارج الخدمة، وحقيقة هي للتنسيق. انتبهوا نحن في صدد نحن إزالتها من أماكنها في وقت قريب جدا، لأنه هاي أصبحت خارج إطار الدعم والتشغيل عالميا، يعني ما في إلا قطع غيار حتى. لذلك نحن بنشوف صراف بعيد نعتقد أنه هو ممكن نغذيه أو ممكن نشغله، لا نحن عندنا مجموعة من الصرافات عمرها 24 سنة هاي هلا بدنا نشيلها، وبالتالي هي ما عاد تبين، هي إنما لأنه هي حقيقة ما لها قطع غيار ولا ما في شركات بقى بتقدم من شانها تعمل لها دعم وتشغيل، وثاني ما لها قطع غيار. هلا نحن كل هاي المناطق البعيدة نحن في صدد شاملة بتوزيع صرافات جديدة هي قيد العمل على توريدها من الخارج. طيب دكتور يعني اغلب الاسئله اللي وردت للبرنامج واجا اتصال ايضا للبرنامج، الصرافات البعيده عن مبنى المصارف العقاريه اغلبها لا يعمل،
يعني قسم منا خارج الخدمة ماشي الحال، لكن أغلبها لا يعمل بعد الدوام، وقسم كبير منها لا يعمل أثناء الدوام، يعني لا يوجد حل لجميع هاي الصرافات. طبعا مع احترامنا للربط الإلكتروني ما بين العقاري والتجاري والتسليف ونقاط البيع، ولكن نحن بحاجة لحل لأهالينا، يعني ما كل الناس قريبين من مبنى مصرف عقاري أو تجاري أو تسليف. هلا بكل تأكيد إذا كان في صرافات هي ممكن تشغيلها وما عم تتغذى فهي حتكون موضع سؤال بالنسبة لمدراء الفروع عن الأسباب، وبالتالي نحن لن نتهاون في هذه القصة على الإطلاق. أما إذا كانت في صرافات هي بالأساس وهي أنا بعرف منها قسم يعني محطوطة وهي عبء علينا، وجودها هو عبء لأنه الناس بتشوفها وما فيها تقبض منها، بس نحن نعرف شو طبيعة المشكلة الجوهرية. أما إذا في صرافات هي قابلة للاستثمار والعمل، ما نحن حنسائل مدراء الفروع عن هذه القصة، وبالتالي حتكون موضع معالجة بكل تأكيد وبكل سرور من قبل إدارة البنك العقاري. طبعا يعني هذا ما يأمله الناس، أنه يعني تعمل كل الصرافات التي بالإمكان عملها أو نقلها إلى أماكن تتوفر فيها الكهرباء. يعني مثلا قبل شوي عم يحكيني زملائنا من الكنترول، يعني مثلا المركز الإذاعي والتلفزيوني بقلب المدينة الرياضية، في العاملين في المركز الإذاعي والتلفزيوني، في موظفين للاتحاد الرياضي ولمؤسسات الإسكان وغيره، وتوفر للكهرباء يعني بشكل شبه دائم، مثلا نقل صراف إلى هنا، نقل صراف إلى مؤسسة حكومية يتوفر فيها الكهرباء، يمكن يكون يساهم بجزء من الحل. نعم، للصرافات التي لا تعمل نتيجة عدم التغذية الكهربائية. هذا جزء من الحل. يعني أنا بدي أقول لك ناحية في الإطار هذا، نحن بحلب حلت المشكلة نهائيا عن طريق خط كهرباء، وبالتالي حلت مشكلة الصرافات بحلب وبالسويدة كذلك الأمر، ونحن ما عندنا مانع إذا باللازقيها، لأن نحن منطالب مدير الفرع نحن وان فينا نعمل إعادة توزيع جغرافي للصرافات بما ياريت يضمن استمرارية التغذية الكهربائية، فبكل سرور. هلا أنا يعني اسأل مدير الفرع ويرفع لي كتاب بهذا الإطار. تمام. سؤال أخير دكتور، نحن أخذنا كثير من وقتك. بنك الإنترنت يعني بعض الحالات، نحن أكيد ما بنعمم، بعض الحالات لسه في عندهم يعني شوية ملاحظات على موضوع دفع الإلكتروني، دخلوا على حساباتهم شافوا كل تفاصيل البنك، جهود مشكورة لتنفيذ بنك الإنترنت، لكن المعالجة، وقبل شوي اتصل فينا جريح وطن يعني كان عنده مشكلة وتواصل مع الأرقام الموجودة بدمشق بخصوص الدفع الإلكتروني وعدة مرات ولم يصل إلى نتيجة. طبعا هذه الحالة ليست عامة، ولكن يعني توجيهات من حضرتك لقسم الدفع الإلكتروني لمعالجة هذه الحالات التي تمام لديها مشاكل بشكل عاجل. تمام. يعني حول هاي النقطة بالذات لألك شغلة، نحن أطلقنا، تعرف نحن كان موضوع الديجيتال بنك والإنترنت بنك في البنك في البنك العقاري يعني اتأخرنا فيه قليلا، ولكن في أسباب موضوعية كانت يعني حالة دون أطلقه بالسرعة المطلوبة وفي التوقيت المحدد، لكن والحمد لله مش الحال، وأصبح التطبيق قيد الاستثمار والتشغيل، وبإمكان المواطنين استخدام التطبيق. بس في عنا هون مشكلة أنا راح أوضح لك في ضوء، أنا كل يوم بيجتمع مع مجموعة الدعم والمساندة الموجودة عندنا نحن هون. نعم. نحن في عنا طبيعتين، في عنا نوعين من الاتصالات أو المشاكل اللي بتجينا. في عنا ناس بالأساس هي الداتا تبعيتها كانت ناقصة سابقا، وبالتالي ما وصلت رسائل، وهدول يعني ما كان له رقم تليفون مثلا بالبيانات الموجودة عنا. نعم. هاد طبعا نحن شو حطينا، قلنا انه هاي التليفونات 1 2 3 4 بتتواصلوا معهم، واللي ما تنحل مشكلته، نحن بالبنك العقاري امبارح كان عندي اكثر من 40 واحد. نعم. نحن موجودين في المصرف وفي فروع المصرف لحل هذه المشكله، وكل فروع المصرف واداره المصرف معنيه بتخدم الناس وتقديم التسهيلات لهم، لكن كان في عندنا قسم في البعض في قلة خبرة باستخدام التقنية والتكنولوجيا في هذا الإطار، وأنا شفته. يعني على سبيل المثال حالتين أو ثلاث حالات اليوم واجهتهم صباحا، هو بده دخل حرف كبير مدخل حرف صغير ما بيفوت معه هيك. هلا جرب مرة تنتين بنفس الخطأ قفل معه، اضطر هو يتصل مرة تانية. يعني أحيان في شيء مزبوط، نقص بيانات، في شيء بيتعلق بالتطبيق بده مساعدة، نحن جاهزون. لكن النقطة الثانية، أحيان أنا عم قول البعض هو يعني لديه مشكلة، البعض كي لا يساء استخدام اللفظ،
المحتوى. يعني هو بيستخدم، انت بتعرف الصراف البطاقه بتحطها مره اثنتين ثلاثه، المره الثالثه بياخذ الصراف لانه بيعتبرها محاوله سرقه. وكذلك هاي الانظمه او التطبيقات انت بتدخل مره اثنتين ثلاثه بيكون قفل، انتبهت علي كيف؟ فبيكون احيانا في خطا مرتكب من قبل مستخدم التطبيق، واحيانا فيكون في مشكله موضوعيه بدها حل من قبل الاداره او من قبل نحن جاهزون لحلها. نحن بنعرف انه بدايه اطلاق التطبيق ولمده شهر على الاقل بده يكون في ضغط علينا، لانه مو كل الناس يعني لديها الخبره الكافيه. صحيح. وهناك مشكلات تتعلق ببعض القضايا الفنيه. بدها شويه وقت اكيد. يا سيدي الدفع الالكتروني والتعاطي مع التقنيه والتكنولوجيا الله وكيلك تحتاج الى خبره. وتحتاج إلى وقت حتى يلم الجميع بالمواضيع. وهي تقنيات ذكية، يعني هي تقنيات ذكية، يعني أنت بترتكب الخطأ مرة اثنتين ثلاثة بيكون عطاك ويقفل وانتهت القصة، بتضطر تراجع. تمام. مثل وقت بتدخل أنت إذا عندك كلمة سر لموبايلك تضربها مرة اثنتين ثلاثة، آخر شيء بيقول لك إنه مع وضحت دكتور. الدكتور مدين علي مدير عام المصرف العقاري في سوريا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا لكم.